الصدق الوضوح والصراحة مشاهدينا هما أساس برنامجنا، بلا ما نساو المتعة في سماع ضيوفنا. حلقة جديدة من خلالها غادي نكتشفوا الحقيقة، وهذا شيء كامل تحت شعار هم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون. مرحبا بكم في الفسافس. محمد رضا فنان مغربي يترعرع ما بين أهل المدينة الحمراء اللي كيجري في دمهم وروحهم الغناء والفن بصفة عامة. بداية ضيفنا كانت بخطوات ثابتة وقدر يبصم أغانيه في أذهان الجمهور. حس براسه دار حالة ونسى الدنيا بدالة، شافني صابر وقلب عمر صبري تسالة. ضيفنا لهذه الحلقة كيمتاز بخامة صوتية قوية اللي كتخلي جمهوره متعطش لأعماله الفنية. في رصيده الفني أعمال كثيرة ما كتحساش، بحال الفاتورة، مجنون، واحد عادي، راجل صعيب، 10 على 10، والقائمة طويلة. يمشي واحد يجو 10، يا ويلو اللي خان 10، يا ويلو اللي خان حبيبه، يا ويلو اللي خان حبيبه، الندم والله ما يفيده، الندم والله ما يفيده، طويل فات الماضي مات، يا ويلو اللي خان 10. محمد رضا مغني بجميع مقاسات الفنان، هادشي اللي خلاه يقدم ويغني جميع الألوان المتنوعة، غدا الغربي، الشرقي، الترابي والمغربي، وقدر يفاجئ المعجبين ديالو بلون الراي من خلال عمله ما قبل أخير خسارة اللي زاد بان فيه سحر صوته. لعمتي هاني أنا حاجة فور، وانت فيك سكن الغرور، ما تحبيش إنسان متواضع يغويك المظهر وزيد الديكور. نجمنا لهذه الحلقة كيمتاز بعدة أشياء اللي كتخليه يستقبل حب الجمهور، منها الكاريزما، خفة الظل، الاحترام والطيبوبة. هادشي اللي كيبان حتى في علاقاته مع أصدقائه داخل المجال الفني، بحيث كتجمعوا علاقات صداقة كثيرة مع الفنانين من الجيلين القديم والجديد. قولي لي يا زيت البنات، امك علاش توحمات، امي ذات العسل هذا امرا في السماء يدوات، زينك ما شاء الله عليه اللي شافك تعجبي، قلبي انا عقلي انا بشوفه وحده خديتي. مرحبا بك رضا. الله يبارك فيك رضا شرزاد. مرحبا رضا. محمد رضا ولا رضا؟ شنو بغيتي نقول لك؟ رضا. رضا دابا ولفوا تيقولوا لي رضا، ولفتها مش حال هادي، اما انا سميتي محمد التومي. هي الاسم تاعي، هو الاسم الحقيقي. دابا الوالده ولات تقول لي رضا، ما سميتنيش رضا تقول لي رضا، حتى انا سميت راسي رضا. واخا بغيتي نقول لك اليوم محمد رضا، محمد اولا محمد التومي اولا رضا، اللي ارتحيتي فيها رضا اللي تقول لي كلشي. واخا رضا في برنامجنا بحال ضيوفنا كاملين، كاينه الشخصيه الكرتونيه اللي كتبان لينا كتشبه لضيفنا. الشخصيه الكرتونيه اللي بان لنا كتشبه لك هي سوبرمان. سوبرمان كيشبه لك في القوه، سوبرمان قوي، وانت صوتك تبارك الله ما شاء الله ما كيختلفوش عليه جوج، صوت جميل قوي، كتقدر تنقل على العرب الموسيقيه كامله. فاش كيشبه لك سوبرمان؟ حنا ما كنعرفوش. ايوا فانه تي تتدخل بزاف د المواقف، انا تنقد بزاف د الناس. حيت انا من طبيعتي تنبغي نساعد، ومن نهار بديت وما يمكنش شي فنان داز من عندي الا وساعدته، لا بالنصيحه ولا باي طريقه كيف ما كانت. شكون هما الفنانين ساعدتهم؟ بزاف بزاف، بلا ما نقدر بزاف، ما نمشي نقول لك بلا ما نذكر الاسماء، بزاف الدراري كلهم الاصدقاء ديالي. قلت لك من ناحيه النصيحه، من ناحيه يعني التشجيع. انا في شي واحد يكون عنده موهبه كبيره تنشجعو، وكيف حتى انا لقيت اللي شجعني. والحمد لله دزت واحد المصاعب اللي تخليني انني نكون بحال سوبرمان في هذه المسائل، واخا انا تنشوف راسي نقدر نكون سبيدرمان. سبيدرمان واخا. غنهضروا على المصاعب اللي دزتي منهم، غنهضروا على شكون هما الفنانين اللي نصحتي، غنهضروا على هادشي كامل في بلا زواق. ولكن غتكون معايا محمد التومي، محمد رضا ولا رضا؟ اش غتكون معايا في بلا زواق؟ لا نكون معاك رضا اللي تعرفني كل شيء. اللي كيعرفك. غتكون معايا الانسان ولا الفنان؟ وطبعا الانسان. الانسان حيت الانسان عاد الفنان بعد. وغتهضر معايا بلا زواق؟ انا معاك دابا بلا زواق. بلا زواق تري بيان. ان شاء الله الضحكه تبقى في برنامج كامل يا ربي، لا ما يزعجوك الاسئله ديالي. لا لا بالعكس ما تزعجنيش حتى حاجه. بلا زواق وضيفنا هو محمد رضا. رضا الحياه كتبزز علينا الزواق، كتبزز علينا نكونوا بالزواق.
شوف الفن والحياة بصفة عامة، احنا نهضروا على الفن ولا نهضروا على الحياة؟ نهضروا على الحياة. الحياة بصفة عامة. ولكن انت حياتك متعلقة بالفن. نورمال، حيت دابا حاجة دخلت الأخرى. يعني الحياة ساد عليها الفن وساد عليها العلاقات الفنية، وهذه سي نورمال، خاصك دير الناس الخاطر ديالهم، خاصك تكون مزيان مع كل شيء، واخا تشوف هنالك نفاق وهنالك مشاكل وهنالك زعما حاجات اللي تيديرونجوك في الحياة ديالك، ولكن واخا هكاك خاصك تزوق شي شوية باش تكمل الحياة تاعك، سينو غتولي تتخاصم مع الناس وتدير المشاكل. من دابا شوية فقاس حسن وكذاب، غنهضر أنا وياك على النفاق اللي عندكم في المجال الفني. واخا بزاف الناس كيقولوا لي كتهضري بزاف على النفاق في المجال الفني، ماشي أنا الفنانين اللي كيهضروا على النفاق، لأن هذه ظاهرة كاينة في الحياة كلها وفي أي دومين، كيف ما كان في الدنيا، ماشي بالمجال الفني فقط ولكن في كل دومين. فهمتي؟ تنهضروا على حتى الحرف العادية، تلقى بأنه كاين نفاق وكاين هذا بيناتهم، الناس عاديين هكا ببساطة بحالنا. فهمتي؟ نفس الشيء بالنسبة للفن وبالنسبة لأي حاجة كيما قلت. محمد رضا، الناس ما كيعرفوش بأن تعذبتي بزاف باش توصل بحال بزاف الفنانين. نعم. ما لقيتيهاش سهله، تيقولوا لك بان انت راه لقيتيها موجوده، تيقولها حيت المظاهر كذابه. دابا كاين شي انسان اللي تيكون كل مظهر تاعو تيبين بانه هو راه عايش واحد الحياه خطيره جدا في واحد البطخ وداك الشيء، وراه ما كاين حتى حاجه من هادشي، الله خلقه في داك الصوره والله بغى يكون بحال هكاك، ولكن ما وراء داك الشيء كاين واحد المعاناه، كاين واحد العذاب، وكاين واحد المسار اللي ماشي جا ونزل عليك الاسم ديالك ولا وليتي ستار ولا وليتي مشهور. شحال من حاجه دزنا منها اللي تعذبنا فيها بزاف. بحالاش تعذبتي فاش جيتي للدار البيضاء مثلا فاش جيت للدار البيضاء؟ انا في البدايه ديالي سنه 2006 2004 مثلا ولا شي حاجه، كان واحد السيد الله يرحمه مسكين، كان تاق فيا، كنت نغني في واحد المطعم في مراكش، جا كان هو المدير تما وصافي سالا الكونترا تاعو بغى يدخل لكازا، قال لي انا بالنسبه لي محمد رضا تنشوف بان الدار البيضاء هي اللي غتنفعك انك تشهر وتبين هذا الفن تاعك وتوصله للناس. صافي وجابني للدار البيضاء معاه، جيت عنده صافي خديت التران تاعي، انا قلت له اذا انا نمشي لكازا بلانكا، كان زعما صعيبه شي شويه انني نسافر وانا عشت حياتي كلها في مراكش وداك الشيء. سافرت وجيت هنا، زدت الشنطه تاعي داير صاكي في كتافي وجاي في حالتي لكازا وجلست هنايا. استقبلني السيد فعلا بطريقته الخاصة، انه اعطاني مثلا واحد البيت تحت الدرج كنت نعس فيه. بلاتي اسمح لي لان شوية هادشي اللي كتقول لي صادم. عطاك بيت تحت الدرج؟ نعستي تحت الدرج رضا؟ وي نعست تحت الدرج. شحال الوقت؟ واحد البيت صغير عنده تحت الدرج، بحال كيما تيحطوا داك الغطي وداك الشيء تاع الدار وداك الشيء، كان شي فين تكون الوالدة تخبي داك الصندوق تاع داك فيهم الحليب. هذاك قال لي ها هو، قال لي هنا فين تبقى تنعس. شحال الوقت؟ والمدة واحد 6 شهور ولا أكثر، خدمت معاه في واحد الريستورون كان هو شاداني، وخدمت معاه واحد الفترة، وبدا يعرفني على الناس، بغاني زعما نتشهر أكثر وأكثر، ولكن ديك الطريقة كيفاش؟ أنا كنت حمد الله وشكر عليه، علاش؟ حيت كنت تنحلم أنني غنوصل وغنوصل لشي حاجة مزيانة، الحمد لله، تعرفت على ناس، درت دي كونتاكت زوينين، من تماك بدات الانطلاقة تاعي، أنا تنظن بأن هذيك هي الانطلاقة. الانطلاقة ديالك رضا بدات من تحت الدروج. من المعاناة كي كل إبداع. هو الحمد لله. ياك. لابد ما خشي، واخا أنا راه العائلة تاعتنا في مراكش ناس يعني وسط الحمد لله بخير ولا خير، الوالد تاعي تاجر، الوالدة تاجرة تاعي، فهمتي أنا، ولكن فاش جيت لهنا بحالي بديت من الأول، حياتي بديتها من الأرض، من هذا غطيوة وداك الشيء، وتنقلب أنا بغيت نخرج في كازا وتنغني وتنتعرف على الناس ونسلم ونبغي نسجل كاسيت ونبغي ندير شحال من حاجة، كان ذاك الوقت السيدي يلاه تيبان وتيتشهر. وكي قلنا بدات من تحت الدرج. ذاك الوقت سهل على دابا باش تكون ناجم؟ لا دابا اسهل انك تشاف، انك تعرف، ولكن صعيب انك تستمر، هذه حاجه مفروغ منها، حيت خاصك تثبت الوجود ديالك للجمهور. ذاك الوقت خاصك بجوجهم، خاصك تثبت الوجود تاعك للجمهور، خاصك تعرف، هذيك تعرف هي كيفاش غادي تعرف الله اعلم، فهمتي؟ كانت تكون هي بالصدفه. انك تتلاقى شي واحد اللي تيقدمك التلفزيون، ولا تتلاقى شي واحد اللي تينتج لك شي كاسيت، ما كانش الانتاج كاع اصلا، فهمتي؟ شي واحد اللي تيثيق فيك، ولا شي واحد اللي تيبان لي بانك راه انت عندك شي حاجه. هنا انت تثبت راسك براسك، انك منين بان هذه الموجه تاع الانترنت وهذه والبوز، يعني شحال من حاجه تتساعد حاليا انك تعرف اكثر واكثر. فاش نكونوا عندنا الشغف بشي حاجه، وفاش نكونوا عندنا الولع مولوعين بشي حاجه،
كنتحملوا الصعوبات كاملين، اللي بغى يوقع يوقع. اكثر تصرفيقه ترفقتي في هذا المجال في لاكارير ديالك؟ شو ما شوف الحقيقه صفعات، نقول لك هي هذه صفعات في الحقيقه، يعني ان انسان تيكون ماشي في واحد الطريق تيبقى راسه في واحد الطريق واحد. اش من طريق كنتي ماشي فيها وكنتي راسك في الطريق؟ يعني شوف انا واحد الوقت تنقول لك انا كاين شي حوايج اللي كانوا عراقل في الطريق، وفي نفس الوقت كانوا تعطلوا، مثلا تعطلوا ان الواحد يتقدم للقدام ويزيد. انا بعد ما كنتش تنثق بان كاين شي حاجه سميتها يمكن تشهر. عندي واحد الحب لهذا المجال، وعندي واحد الحب، وعندي واحد الامل، وعندي واحد الحلم، ولكن باش نحققه تيبان لي بانه مستحيل. في الحقيقه كان تيبان لي فريمون مستحيل. على داكشي ما كنتش عاطيه واحد الاهميه، كنت ندير شويه هكا وشويه هكا، يعني نخدم نمشي نغني في اعراس في ريستورون في اي مكان بحكا لقتني به الظروف بحكا وبغاوني الناس نغني وكان مزيان تمشي نغني فيه. علاش؟ حيت ما تنقول بان هذا المجال الفني يمكن ما يعطينيش. ولكن سبحان الله العظيم بقيت تتقاد القضيه حتى لقيت الطريق ديالي وبدا الاسم تاعي. علاش؟ حيت داكشي من عند الله، الناس يعطيك الله سبحانه وتعالى داك القبول انت والناس. تيحبوك تيقول لك برافو حنا تنحبو محمد، هذا صوته زوين، هذا شجعوني الناس والحمد لله وصلت للجمهور اكثر. يعني شكون اللي كان السند ديالك محمد رضا في هذا لو باركور كامل؟ كتحط عليها الراس؟ لا زواق، الوالده تاعي. الوالده ديالك؟ الوالده تاعي. لا فالور سيغ. مليار في المئه، حيت من نهار بديت انا الوالد تاعي هو اللي اصلا بلاني بالفن، حيت هادشي كله جا من الفن، حيت هو كان عزيز عليه الفن واتجه للتجاره، ولكن بقى فيه الحال علاش ما ولاش فنان. ولكن الوالده تاعتي دعمتني ماديا ومعنويا في البدايه ديالي، يعني كانت تضحي تتبيع شي حاجه ما عندهاش مشكله تتقول لي غتوصل، حيت كنت نغني لها عبد الحليم وتعجبها صوتي تتقول لي انت صوتك بحال عبد الحليم. فاش يلاه بديت كان صوتي هكا تنحاول نغني لك الاغاني، يعني هي هذيك تتقول لي ان شاء الله غدير شي حاجه وصافي الحمد لله. ما قالتلكش بين تعجبني السؤال نسولو لضيوفي، ما قالتلكش شي مره صعيب هذا المجال عليك يا ولدي؟ فاش نعسي فتحت الدروج مثلا وفاش تعذبتي ديك ما قلتيها لهاش؟ ما ماشي داك الشيء تم بعد وقلتها سينو ما كاينش. اول مره غتسمعها اليوم؟ كيف تنقولها لها في راسها؟ حيت هي حيت من بعد منها كانوا جاو وبدلوا لي الوضعيه تاعي عاوتاني في كازا، جاو قال لك خاصك تكري شي دار وهادي، ومشاو تيجريو معايا وتنقلبوا، لقينا واحد الدويره صغيره في بورغون وسكنت تماك، ومن تماك عاوتاني بديت الحياه ديالي عاوتاني بطريقه واحده اخرى، حيت ما بغونيش نبقى في ذاك الوضع. قال لي لا بزاف التضحيه، وعلاش اش علاش تقلب انت كاع وهادي ولاش بغيت توصل؟ يعني كان هنالك واحد المعاناه من اجل داكشي، حيت انا تحديتهم. هذه المشكله، ان في الاول الوالد تاعي تيقول لي القرايه، والوالدة تاعي تقول لك قرايه زعما قرا كمل هذا، شديتي الباك تاعك خاصك تزيد دير شي حاجه وخاصك. انا ما بغيتش، ما بغاش تدخل لي شي حاجه في الراس ديالي من غير الفن فقط. بيني وبينك لا ما ندمتيش؟ لا جان، حيت حتى المغامره كاين فنانين بزاف قالوا لي ندمت علاش دخلت الفن. لا حيت فاش تكون باسيوني تكون تحب واحد الحاجه وتتبغيها راه ما يمكنش تضحي على قبلها، وفاش توصل غير واحد المينيموم منها تتحس بان واحد النفس واحد المتنفس في الحياه ديالك زوين، واكثر هي اللي الا نجحتي ووصلتي لشي حاجه انت بغيتيها وحققتيها بوحدك فعلا راه شي حاجه كبيره بزاف، انك تتشوف بان واحد الحلم تتحاول تحققه. هادشي كله راه واحد الانرجي اللي تنقلها لكل من الناس اللي عندهم واحد الحلم خاصهم يحققوا يمشيو ديريكت او بيوت ديالهم، ولكن ما يديروش تضحيات كبيره، فهمتي؟ مزيان الدراسة ومزيان أي حاجة درتيها في الحياة ديالك مفيدة اللي غتنفعك، ولكن في نفس الوقت ما تخلاش على اللي كانت عندك موهبة ولا شي حاجة، بينها للناس وشوف أنت وحدك. الحلم وصلوا ويمشيوا للحلم ديالهم، دائما فاش كنبغوا نحققوا الحلم بزاف قالوا لي وتا أنا عايشة نفس التجربة، فالطريق ديال الحلم هذاك المعاناة ديال الطريق فاش كنبغيو نوصلوا للحلم هو أحسن باساج في حياتنا وأحسن مرور في حياتنا. أكثر من وصول الحلم في حد ذاته، كاينه ولا ما كايناش؟ طبعا هذاك دابا كتعاود لي بأن كاينه معاناة في هذا الطريق، شنو هو اللي زوين في هذا الطريق؟ اللي زوين في هذا الطريق هو حب الناس. مثلا أن تتلقى عندك محبين، عندك ديفان، عندك ناس اللي تيبغيو أشنو تدير، وناس اللي تيثقوا فيك، حيت كاين محبين اللي تيحبوك مثلا الشكل ديالك والحضور ديالك، وكاين ناس اللي تيحبوا الصوت ديالك، كاين ناس اللي تيحبوا طريقة ولا اختيار الأعمال اللي تتختار أنت تتقدم لهم، يعني هي راه قالب كبير.
كله خاصو يكون يعني مدروس باش تقدر توصل لهاد الناس وتحقق داك مثلا داك النجوميه ولا داك تبرز نفسك في وسط المجال الفني. بزاف الفنانين كيقولوا لي بان النجوميه كتعطينا الفلوس، كتعطينا الشهره، كتعطينا حب الناس، ولكن كتحيد لنا الخصوصيه وكتحيد لنا الحريه ديالنا، كتسلب منا الحريه. هي الا كانت الحريه تاعك هي انك تكون جالس مثلا ويجوا الناس يحبوك ويسلموا عليك ولا يتصوروا معاك ولا هذاك احسن حاجه في الدنيا، ولا يوقفوك في الشارع ولا اي حاجه، كل شيء هادشي زوين ورائع. مي ان الانسان البشر بعض الناس يدخلوا في الخصوصيه ديال الحياه ديالك حيت انت فنان، بغاو يعرفوا اشنو واقع لداخل. هادشي غريب باش ما نفهمش، فهمتي كيفاش؟ العائله تاعك والاهل ديالك والحاجات اللي خاصه بك، يعني داكشي تيبان لي بانه هنا فين تيولي الفضول ما عنده حتى علاقه. هاد واحد الحالات خاصه عندنا في المجتمع فيهم الفضول، فهمتي؟ ولكن تيبغيو يدخلوا للحياه، ماشي هادشي يقدر يبرزط، فهمتي؟ هادشي تيبرزطك رضا، هادشي تيبرزط، ولكن ان حب الناس ما تيبرزطش جامي. بالعكس انا بالعكس نبان لهم نفس الحب والاغلبيه كلهم تيبغيوك. اتسمح ليا؟ لا وغنكون فضوليه. تفضلي. مرحبا. لا وغنسولك ما تديش عليا وصافي، اش لي علاقه بعقلي؟ حبيتي شي مره؟ الحب تلاقيتي مع الحب في الطريق؟ سلمتي عليه ولا كنتي مسدود عينيك بالشهرة وبالأضواء وبالغناء وبالأغاني وبالنجاح وبالمرور الإعلامي؟ ما نقدرش نقول لك بأن شوف الحب هي حالة حالة تقدر تدوز في واحد الفترة من الحياة ديالك إلا لقيتي لابون بيغسون، إلا لقيتي واحد الإنسانة لقيتي بأنها بحال التوأم ديال الروح ديالك، تتبادل معاك نفس الشعور وداك الشيء ونفس الاحساس. تتقدر. حبيتي شي مره؟ وراه شي تنقول لك يعني حاله، هذه الحاله راه دزت منها. فعلا دزت من حالات حب في الحياه ديالي. فينها؟ ما بقاتش مشات. هذاك هادشي بغيت نقول لك. شكون اللي غلط، انت ولا هي؟ نقول شي حاجات يمكن غريبين شي شويه بحال هكا، اللي غلط هو باها. انه ما بغاش اني نتزوج بها. حيت انت فنان. حيت انا فنان. ما عجبوش الحال، قال لك فنان ما يصلح لنا في حتى حاجه هكا، حيت ما عندهمش شي حاجه سميتها راه الوعي شي حاجه كبيره في الحياه، والانسان انه يفهم بان راه مهنه الفن راه شي حاجه كبيره وعندها واحد القيمه تاعها في المجتمع، وعندها هكا الفن راه مرآه مجتمع، والفنان الراقي اللي تيعرف يوصل الفن ديالو بواحد الرقاء تيقدر يمثل مجتمع وبلد، فهمتي؟ سفير بلاده في المطلق. شعب الفن فعلا. وللاسف الشديد انه محب للفن، ولكن للاسف الشديد انه ما تيثقش في المستقبل للفن، وهذا هو الغلط. خاف على بنته منك. ولكن الحمد لله تداركنا الموقف من بعد بحكا، وانا عايش احسن حياه دابا حاليا. عايش احسن حياه كتبينها لي وكتبينها الناس باش ما تبينش الضعف قدامه وقدامها، ولا بصح عايش احسن لا حياه؟ لا جيتو ماشي بالعكس، انا كنت بحال كنت في واحد الحلم وفقت فريمون، حيت بحال داك الجو ديال الحب نساني في شحال من حاجه، حيت كاين الناس اللي ماشي من تصوبك ما تقدرش تعيش انت وياهم، فهمتي؟ ما يمكنش تتفاهم انت وياهم حيت العقليات ماشي بحال. انا ما تنبغيش نجرح، ولكن تنبغي نقول داكشي الحقيقي اللي تنحس به انا، والحمد لله استمرت. ما حاولتيش تقول له الحاج انا راه بنتك غنديرها بين عيني غير ثق فيا وراه غيكون غير الخير؟ ما حاولتيش؟ لا. قلت هادشي كله ولكن ما بغاش، ما كتبش. والبنت ما قدرت تدير والو؟ البنت يمكن ضحات في الاول من بعد استسلمات وصافي مشات. من خلالك غنوجه رساله للاباء، انا مع يعرفوا الخير فين كاين لاولادهم، ولكن مع يخليوا ولادهم يعيشوا قصص جميله، لان الحب هو اللي كيعيشنا في الحياه. صحيح. هو اللي كيعطينا واحد القوه خارقه، وان شاء الله تلاقى مع ديك البنت. ما كايناش دابا؟ كاينه الحمد لله. تزوجتي رضا كما قالوا؟ تزوجتي هاد الايام كما قالوا؟ ما عرفتش. لا وقل لي رضا. لا ماشي، انا قلت لك الخصوصيه ديال الحياه ما تنبغيش انا ندخل فيها، سورتو شي حاجه اللي خاصه بك. ما غاديش ندخلوا في الخصوصيه، فهمتي؟ لا هادشي لا. تزوجتي اهل؟ لا. علاش نتوما الفنانين سورتو الرجال ما تنبغيوش تدخلوا في هاد القصص؟ تخافوا نمشيو لكم البنات اللي انا قلت لكم. شكون اللي قال لكم انا ما مزوجش شحال هادي؟ يمكن انا مزوج شحال هادي والحمد لله، زعما انا عايش واحد الحياه تري ستابل ويعني وفريمون انا اي انسان تيعطيني الحب ولا تيعطيني التقدير تنحبو لاقصى درجه، تنقدر نوصل مع اي حاجه، والماضي ما عنده حتى علاقه بالحاضر.
الماضي ما عنده تشي علاقة بالحاضر، الماضي مرحلة من المراحل ديال الحياة وصافي. تقدر تقوينا، تقدر تبدلينا طريقتنا التعاطي مع الأمور. ولكن ما عنده الناس اللي يقدروا يفهموك. احنا وصلنا الميساج، كنتمناو ليك حياه سعيده. شحال اليوم الفن كيأثر عليكم نتوما كفنانين باش ما تعيشوش حياتكم الشخصيه سورتو الزوجيه بخير؟ كيأثر عليكم؟ بالعكس، ما تيأثر على حتى حاجه. كي قلت لك انا الحاجات اللي تتفوت الحدود الفن وتتولي داخله في اشياء واحده اخرى، فهمتي؟ تنظن بان ما كاينلاش اي واحد يتدخل فيها، حتى جارك ما تبغيش يدخلك في الخصوصيه ديالك، عاد جمهورك وناس كثار بزاف لا حدود لهم. فهمتي؟ اذا انا كيف تنحب الناس، فهمتي، تنبغيهم يحبوني للفن ديالي ويتعاملوا معي انا كشخصيه فنيه بهكا وصافي، ونبقى في واحد الاطار تاعي باش ندخل لواحد القوقعه تاعتي خاصه للحياه مع الاهل ديالي ومع الوالدين ديالي معايا. فهمتي؟ نحس براسي بانني راه جالس في دارنا، ماشي جالس مع عباد الله في نفس الوقت. فهمتي؟ فقط بعض الناس، اما الاغلبيه وتنقولها وتنعاودها، حيت انا الاغلبيه تلقى 700 واحد تيقول لك الله يعطيك الصحه وبرافو، داك شي واحد اخر تيسولك شي سؤال خاص بك ما فهمش على الاخر. كيعصبك الموضوع؟ ما تيعصبنيش، ولكن تيقلقني شي شويه. كيقلقك شي شويه. نسرين تومي اللي هي اختك، هي ممثله، قلت لك نسرين وانت تضحك. الله يخليها لي. الله يحفظك نسرين. عرفتي نسرين؟ قلتي لهذا المجال راه صعيب؟ بيني وبينك في الحقيقة نسرين، نسرين واحد الفنانة غير اختي، يعني انسانة جد طيبة وخلوقة، وجدا خلوقة، خلوقة ومحترمة لأقصى درجة، وكملت دراستها في لونجلتيغ، ومن بعد منها مشات لأمريكا قرات عاوتاني فهمت. فجات الحلم تاعها بحال اللي بحال تصدمات بالواقع تاعها، فهمتي؟ جات عندها واحد الاحلام، وهذا انا نمثل، انا نولي هذا، انا هذا، فهمتي؟ لقات بان المجال تيعطيك وتياخذ منك عاوتاني، تيعطيك وتيهرسك وتيعطيك وتصرفيك، لو ما تحسش براسك بانك يعني تصدمات شيئا ما، وبدات تتراجع واحد شويه عاوتاني شجعناها وزادت لقدام، ودابا الحمد لله راه عاوتاني بدات تثبت عاوتاني نفسها باش تبان اكثر واكثر وتعرف اكثر واكثر. وانا كنت نشجعها في الاول بزاف، وفي الاخر وليت نعيش معاها المعاناه ديالها، حيت سي نورمال، تنقول لها راه كلشي تيعيشو، ما تخافيش، هو واحد الوقت عيجي وهادي صافي. اش اللي كاين؟ ما قلتيش لها شي مره صعيب عليك اختي هذا الفن، خليه، انا راجل شويه استحملت، انت يا غتكوني تعاملي مع الامور بحساسيه؟ لا، حتى هي قويه بزاف، ويعني متشبته بالبات الشيء اللي بغات دير بهذا الفن ديالها، وما بغاتش تخدم في المجال اللي قرات هي، وداك الشيء بغات، قالت لك انا عندها دي ديبلوم ديالها، وداك الشيء بغات هي تتجه في مجال الفن. وفاش تدير شي اعمال انا تنكون فخور بها بزاف، حيت تتمثل مزيان وفنانه راقيه وعندها ما يتكال. شنو هي النصيحه اللي عطيتيها فاش بغات تدخل الفن؟ قلت لها فونس، سيري، كملي في الطريق ديالك، راه عندك ما يتكال، وتبارك الله يعني عندك كل المقومات. وما شوف، وعرفي حاجه واحده نصيحتها، قلت لها عرفي بان ماشي الجمال، الفيزيك هو اللي تيوصل. ما تيوصلش الفيزيك رضا، جامي دو لا في، لا كيوصل، تيوصل في الصور فقط، توصل في الصور وتكثر عليك المعجبين اللي ما عندهم حتى علاقه بالفن ديالك اللي تدير. قلت لها خليك في مجالك وقدمي داكشي اللي في الداخل ديالك، واللي بغيتي توصلي للناس داك الموهبه اللي عندك وصليها باكثر واكثر. هي فاش زعمات انا دير ادوار اللي ما عندهم حتى علاقه بالجمال، تقدر دير لك درات، تقدر تمشي في الارض فوق اي حاجه، بحال ما عنديش مشكله في الحياه. انت واجد تمشي معي القاس احسن من الكذاب. بسم الله، تفضلي. واجد القاس احسن من الكذاب، وضيفنا هو محمد رضا. رضا، المجال الفني كيقصح ياك؟ قصحك انت؟ هو كيف اي واحد تشبت بالرساله تاعو وبغى يوصل لواحد الفن، سي نورمال انها في الطريق غتلقى عراقيل وغتلقى مشاكل وغتلقى وغتقصح. زينة البنات هي اللي خرجتي مؤخرا، ياك، من بعد عام من خرجتي يا خساره. يا خساره اغنيه نجحت الحمد لله، اغنيه راي ونجحت. شنو ينجح اكثر، يا خساره ولا زينة البنات؟ شوف، مادام تنقولوا دي ستيل مختلفين، الا وكل وحده عندها واحد الجمهور ديالها وعندها واحد الحب ديالها، واخا هو نفس الجمهور غير الناس يحبوها اكثر. يا خساره
كي نقولوا حنا بان وصلت لاقصى درجه تاعها الحمد لله. كانت يعني اغنيه ناجحه وتنغنيها تيغنوها معايا الناس حافظينها حتى تقيس يا خساري للاسف داك الشيء. شنو كتقول يا خساري للاسف نسمعوا مقطع منها؟ حبك ليا ما يشرف تيرا كلمه نبغيك اللي قلتها لك وما تستاهلي منها حرف وما نلومك انا ما نزعف اللي كيفك ننساهم بالخف انت بالخدعه تعيشي حياتك ما زالك تكمليها بالضعف يا خساره. الوقت تقيس فاش تسمعها الناس يحسوا بواحد الحاجات كل شيء عاش هذه القصص في الحياه. زينت البنات. زينت البنات واحد الاغنيه تفاؤليه وفيها الحب وانا تنهديها لكل النساء المغربيات وكلهم هما تبناوها حيت الاغنيه كي قلت انا حطيت الاغنيه وليت انا فان الاغنيه ديالتي حيت بكثرت مع هذيك الاغنيه كيفاش تداولوها الناس بالزربه وحبوها بداو تيصيفطوا ليا راه يوميا تتوصلني اكثر من 200 حتى 300 فيديو مصورين حيت تحسوا بانها تتعنيهم كل واحد تتعنيه. قويه هذه الاغنيه رضا قويه هذه الاغنيه بحال قوه الاعمال اللي كاينه دابا كاين اعمال قويه في السوق. زينة البنات من اقوى الاغاني اللي كاينه حاليا في السوق. يعني من شحال الكلاسمون ديالها؟ الكلاسمون تاعها انا بالنسبه لي كفنان يعني تنهضر على راسي هي رقم واحد. هي رقم واحد. زينة البنات اغنيه قويه اغنيه تتمس حيت تدخل لوسط الناس وتتعيش معاهم مع احترامي لكل اعمال الموجوده. دابا انا تنهضر على العمل ديالي كيفاش انا تنعطيه القيمه تاعو. مي بالنسبه لكل اعمال انا تنحترمها وانا فان تاع بزاف الناس اي واحد خرج شي حاجه زوينه تتعجبني وتتقيسني تنكون انا. واخا نهضروا على زملائك الفنانين من دابا شويه روتانا كنتي مع روتانا ما بقيتيش كاينين مشاكل؟ ماشي مشاكل ولكن كنتي اول مغربي راجل مضى مع روتانا اول فنان مغربي راجل مضى مع روتانا لان كانت كانوا بزاف الفنانات ولكن الفنان ما كانش فنان ما كانش يعني كان هي كل الشرف ان شركه روتانا هي اتصلت بيا وبغاو التعامل معايا واختاروني من المغرب فاش فكروا انهم ياخذوا واحد من المغرب يهضروا معايا انا وهذا شرف ليا وهذا قيمه كبيره انا حسيت بها واحترمتهم ليها وكانت مسؤوليه في نفس الوقت وحاولت ندير انا الماكسيموم وانا خدام مع روتانا انني نخدم على الاغنيه المغربيه فقط وهذا الشيء اللي زعج روتانا زعجهم الموضوع ماشي كثرت ما انا مركز على الاغنيه المغربيه وتيبان لي فيها واحد الامل كبير انها توصل وتمشي بعيد اكثر واكثر فهمتي كالبومات ما تهضرش على سينجلات ناجحه في الخليج العربي ولا في الدول العربيه كالبوم كامل بخدمه كبيره بفيديو كليبات كشركه دعمك كبيره ولكن هادشي ما زعجش روتانا فاش خرجت هدى سعد البوم من انتاج وتوزيع روتانا كله مغربي هذاك لا حيت حنا تنقترحوا على روتانا لا انا لا هدى لا مجموعه من الفنانين تتعامل مع روتانا بالعيب انت تقترحهم راه تيقبلوا منك الاقتراح تاعك ولكن تهضر على راسي ما تهضرش كزعج روتانا ولا شي حاجه نفسر لك المعنى الحقيقي تاع الهضره ديالي هو فاش تقترح على شركة روتانا واحد العمل ولا البوم ولا شي حاجه تاخذوه تتحطوه هي ما عندهاش مشكل تقول لك شكرا تنتفاهموا وتتخرج الالبوم وتتحطوه كيف انا كيف اي فنان فهمتي تيتعامل مع شركة روتانا ولكن ازعجهم انا الاصرار تاعي على اساس على اني ما نديرش اغاني يعني خليجيه ولا شي حاجه تيقول لي ا محمد رضا خاصك تعرف بان الاغنيه الخليجيه راه ناجحه في الخليج خاصك دير اغاني خليجيه الاغنيه المصريه ناجحه في مصر خاصك دير اغنيه مصريه انا معاهم هذه الفكره ولكن تنقول لهم انا خليوني نزيدوا البوم جوج نكثروا من الاغاني المغربيه ومن بعد نقدر ندير سينجل جوج ما وصلناش لهذه الفكره بقينا في الاغنيه المغربيه داكشي علاش تفرقتوا فهمتي انا ركزت على الاغنيه المغربيه وهما تيشوفوا بان المجال النجاح تيبغي بزاف تاع المجال بزاف لي ستيل تغنيهم كان محمد رضا اسم فني تيخدموا معاه باش يزيدوا يكبروا في الخليج العربي خصهم يعطي اغنيه خليجيه للخليج باش يزيدوا يكبروا في مصر خصو يعطي اغنيه مصريه للمصريين كيف تيديروا كل الفنانين هادو اللي هضرت عليهم كلهم اللي تتعامل مع روتانا احنا ما وصلناش لهادشي كنا باقي في اطار ذاك التعامل اغنيه مرة اغنيه وصل انتهاء الكونترا انا قلت لهم ما بغيتش نجدد صافي والحمد لله ما انا بوحدي انا درت اعمال ناجحه جدا انا عطيك مثلث او هرم نعم هرم غتعطيني ثلاثه الاسماء في الهرم الاغنيه المغربيه اليوم ثلاثه الشباب زملائك من غيرك انت
ثلاثة الشباب اليوم هما اللي كاينين في السوق، في راس السوق كما كنقولوا. حيت عطيتيني ثلاثة دابا ما خليتيش، هما راه كاينين بزاف، ولكن نقدر نقول لك الثلاثة هذو اللي أنا تيبانوا لي أقرب ناس. نقدروا نقولوا مثلا، ماشي مثلا، كان سعد. سعد المجرد. حاتم. حاتم عمور. وأسماء المنور. أسماء المنور. حاتم عمور، سعد المجرد، أسماء المنور هما هرم الأغنية المغربية دابا. هما المثلثات اللي عطيتيني، ثلاثة الناس، ثلاثة الأسماء اللي عطيتيني باش نقول. اللي رافعين راية الأغنية المغربية. بكل فخر. هما هاد الثلاثة. بكل فخر، وتنعتز بصداقتهم وأنني مواكبهم في نفس المجال. في أزمة سعد المجرد مثلا ما بغيتش نهضر على هذا الموضوع، ولكن أنا كنعرف الصداقة ديالك معاه. ما كنبغيش نهضر نهائيا على هذا الموضوع لان سعد غير رجع. وسعد تجمعني مع اخوه، مش غير رجع الفن ديالو، غير انا وراجع الفن تاعو، غير رجع النجاح ديالو وراجع، واللي زوين فيه هو ما لمع لمع. انا تنهضر، شوف انا واحد انسان صادق، ومثلا جوجيت با دي فلور، ما تنقولش انا اشياء بسيطه هكا غير لله باش نقولها ولا شي حاجه، وما تنجامل تحت حتى تحت ما تعطيني شي حاجه. هذه من الاول باش نكون واضحين. سعد، انا النهار الاول فاش كانوا في امريكا وكان تيجي عندي انا تنشوف وتنتلقى بها في مراكش، باقي ما مشهورش، ولكن تنحس بانه نجم، عنده واحد اللمعه خاصه تتخليه متميز بين الشباب قبل ما يولي بين الفنانين. فهمتي شنو نوصل لك؟ انه غير في وسط الناس عاديين تيبان بانه عنده واحد ليكلا ديالو. هنا فين تيبان الفنان؟ انا فين تيقول فينا الناس؟ يقول لك انت تتبان ماشي بحال الناس. اها. فهمتي؟ تنقول لهم ما فهمش، تقول لك شي حاجه زعما فيك شي لمعة، عندك شي حركات فنيه، تغني، دير شي حاجه، تزادك داك لاتوش ارتستيك تزيدك. ولو كاريزم ايضا. لا الكاريزم. السؤال ديالي في الازمه ديال سعد، كاينين اللي وقفوا معاه، كاينين اللي ما عقلوش عليه. كاينين ياك في الازمات ديالنا. وقفوا معاه معنويا. كنعرفوا اللي وقفوا معاه معنويا، شنو يديروا زعما؟ اش يقدروا يديروا؟ وقفوا معاه معنويا. باه. هو ما محتاج لتا شي واحد، ولكن انا تنقول لي وقف معايا معنويا، لانه في الازمات ديالنا كنبغيو شي حد يوقف معنا معنويا. وقفتي مع صاحبك؟ طبعا. وقفتي معاه ولا غير قدام الكاميرا رضا؟ انا تنقول لك ما تنهضرش انا كاع قدام الكاميرا، تقدري تطفي الكاميرا عاد نعاود لك كلشي، ولكن بغيت نوصل لهاد الهضره انا تنقولها. قلت لي شنو غنقدر ندير انا؟ فاش غنوقف معاه؟ انني غنساندو. كنتي حاضر معايا انا واحد الانسان اللي تنحس براسي بحال ان كوتش مع شي واحد اللي تيكون تقدر غير كلمه بسيطه تقدر تبدل ليه المود ديالو، تيحس بان عنده واحد الناس اللي تيبغيوه، ما عندهم حتى علاقه بالفن ما والو. والوقت فاش وقع المشكله كلشي تيصحابو بان صافي راه مشى كلشي. كاين اللي بغى يعرف تما. لا تما فين تيبان الصديق؟ كاين اللي بغى يعرف انت ما كاينش، هو راه معاك. كاين اللي بغاها فيه رضا، كاين اللي بغى يطيح. مئات الناس ولا بزاف اللي يكون بغاه ما يكونش ناجح. كيف اي انسان ناجح فاش تتمشي صافي راه اوتوماتيكمون كل شيء يبدا يقول اه صافي وهذا وهذه وهذا وعلاش وكيفاش وشنو علاش. الناس يبقى يدخلوا في التفاصيل واشياء ثانيه واشياء اخرى وتحاولوا يزيدوا يدمروا داك الشيء اللي كاين. الوغ والانسان المزيان تيبقى ديما مزيان. الشدة والفدة ما كاينش بحال هكذا يعني في السراء والضراء كيرو. يعني فاش يكون انسان في واحد الوضع اللي عنده مشكلة في حياته خاصك على الأقل تساندو وتهضر معاه، هو بخير ولا خير ما عندوش حتى مشكلة وباقي تيحل في مشاكله ويولي بخير. إن شاء الله. ألوغ شكون اللي تيبقى؟ تيبقى الإنسان اللي مزيان وكان معاه مزيان. الأغنية ديال 2019 شنا هي؟ الأغنية المغربية ديال 2019 اللي عجباتك أنت من غير أغانيك. لا لا الأغنية تاع 2019 اللي عجباتك. 19 بزاف ديال الأعمال اللي سمعت بصراحة، ماشي أنا اللي عجباتك رضا. اللي عجبتني اللي عجبتني كاين بصراحة عجبوني بزاف الاغاني. ثلاثه الاغاني انت زعما تقولي قولي اغنيه زعما وحده علمت معايا انا تنسمعها عجبتني من غير اغاني. كتسمع انا كتسمعها في الطوموبيل؟ ما تنسمعهاش في الطوموبيل، ولكن عارفه بان ناجحه وعجبتني في نفس الوقت. شنو هي؟ وجيت نكتشف علاش هذا النجاح ديالها بحال قلبت عليك هي تاع حاتم عمور. وانا اللي بلا عنوان يا وانا اللي قلت حبيبي عمرو ما ينساني. اها عجبتني بزاف. عجبتك؟ لا علمت معايا فهمتي، تنحس بان كاين انتوب تتحس بانه زوينه كتعلم معك. من 17 سنه وانت كتغني؟
ياك ب 17 عام خديتي حقك في المجال الفني ولا انت مظلوم؟ الحمد لله خديت الحق ديالي. مظلوم انت؟ لا انا عندي واحد القصه اللي غريبه في الفن اللي ما اللي انا تنتحمل مسؤوليتها. كسول؟ لا انا ديما مجتهد، عمري ما كنت كسول، ولكن بحال اللي تنكون شاد زمام الامور في يديا وسنطلقها عاوتاني، حيت قلت لك ما عنديش الثقه. انا في هاد الشيء الشهور ما كانش عمر ما كان عندي الثقه، وباقي حتى لحد الان ما عنديش الثقه، حيت خاصك تعرفي واحد المساله ومهمه خاص كلشي يعرفها، حتى اللي عايشين في هذا الوضع تاع الفن، ان الشهرة غير ضيف تيزور وتيرحل. فهمتي؟ واحد الفتره من الحياه تتعطيك داك اللمعه في الحياه ديالك وتمشي في حالاتك. والجمهور ماشي وافي. تما لا الجمهور تيبقى وافي، كاين ناس كبروا في الفن وتبقى يقول لك الفنان ديالنا وهادي وتبارك الله عليك وكنتي فنان وداك الشيء وفين غبرتي، تيبقاو متابعين وتيبغوا يعرفوا شنو واقع. ولكن قلت لك داك الضيف تيجي تيزور وتيمشي في حالاته، من بعد فاش تيمشي في حالاته اش درتي؟ باش غتربي وليداتك؟ باش غتعيش الحياه؟ باش غتكون مرتاح؟ باش غتستمر؟ شنو هي لا غوتخيت ديالتك؟ شنو كدير انت على هذا الشيء؟ لا خاصك بيان سور تنخدم على راسي، باك تنغني وتندير سهرات محدي معروف ومشهور، ولكن عارف بان شي نهار غيمشي. يوم في الايام راه صافي تيندثر داك الشيء ما تيبقاش. فهمتي اش بغيت نوصل لك؟ يعني الفن ماشي بحال ماشي سيغ سورتو فاش تتكون وي فاش تجي داك الشهره كبيره بزاف هكا تتولي سيغ دو توا باسكو تتكون تقدات سميتو الماديات تقدم على الفنيات ولا كل شيء بخير وعلى خير ولا الانسان في واحد الوضع اللي كبير بزاف. ما سي سا الفو توجور فاغ المستقبل. قلت لي انا ماشي كسول انا مجتهد لدرجه انني مصيب اكثر من 80 اغنيه في الحياه ديالي. هذا ماشي اجتهاد، ما كاينش واحد. لا ولكن صوبت 80 اغنيه. 80 اغنيه محاولات في الحياه ديالي. وحده ناجحين 80 ما ناجحينش 80 ناجحين منهم 11 ولا 20 تيقدوني لجوج سبيكتاكلات كبار. عندك صوت جميل، عندك حضور جميل، عندك اغاني ناجحه. من دابا شويه غنجاوبوا على هادشي في حق الرد، لان عندي بزاف ديال الامور اللي غنشرحهم ليا، لان انت من الفنانين اللي الحضور ديالك زوين في المشهد الفني رضا. ولكن كنتقد ماشي انا بصوت الناس غير لان ما بغيناكش، بغيناك تكون اكثر من هكا، لانك تستحق بلاصتك، تستحق اكثر من هكا. الله يخطيك، حتى حنا تنأملوا في ان حتى نتقدموا في الحياه ما نتراجعوش باللور، فهمتي؟ والحياه الدرجات، فهمتي؟ بحال الدروج، يعني الا ثبتي الخطوه تاعك خاصك تطلع للدريجه اللي من بعد منها ومن بعد منها وانت ماشي. واحسن حاجه هو فاش تثبت المكان ديالك وعاد تقدر تطلع لدرجه اخرى، اما ذاك الطلوع العشوائي. تيخاف منه اي انسان، تيقدر. كاينين فنانين يطلعوا عشوائيا؟ كاين بزاف الناس اللي يطلعوا من لا شيء، باسكو الضوء تيقدر يعميك هكا في الاول، ولكن فاش تشوف المصدر ديالو تلقى بانه شي حاجه اللي ما زويناش. انت واجد تجاوب على الانتقادات والاتهامات الموجهه لك؟ مرحبا. حق الرد ضيفنا هو محمد رضا. رضا تيقولوا لي بان الفنانين ما كيبغوش الانتقاد، والفنانين كيبغوا نقولوا لهم كل شيء زوين، الا انتقدت انا خايبه. لا بالعكس، الا كانت شي حاجه مفيده وباينه وواضحه وعندها معنى ديالها بحال نقدروا نتناقشوا فيها، علاش لا؟ انا ماشي هادشي انا اللي كنقولو، كيقولوه الناس. شنو ردك على الناس اللي كتنتقد غنائك في الملاهي الليليه؟ ما عمرها كانت بالنسبه لي، انا ما عمرها كانت عيب. والملاهي الليليه هي من اكبر المدارس اللي تخرجوا منها اكبر الفنانين اللي كاينين، لا اللي فاتوا لا اللي حاليا. يمكن اللي ما تيقدرش يغني في الليل هو اللي ما عندوش داك الصمود، لا الصوت ولا الحضور ولا الصبر تاع انه يقدر يثبت للناس انه فنان في نفس الوقت. حيت سميتو باش تغني في واحد مثلا واحد المطعم، واحد كيف ما بغيتي تقولي كباري، تقولي شي سهره فين ما كانت. كيزعجك الموضوع فاش كيقولوا لك محمد رضا كتغني في الكباري؟ غنيت في الكباري. كيزعجك الموضوع؟ فرصه تنغني في الكباري. كيزعجك؟ ما كيزعجكش؟ لا ديتو بالعكس، انا عارف اشنو تندير، باسكو ما تنديرش شي حاجه خايبه. انا اولا ما عمري في حياتي تبليت بشي حاجه سميتها الشراب ولا شي حاجه، لا 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 يفعل الجميع كاين اللي تيبغيها، ولكن انا ما عنديش مع هاد المسائل. انا واحد الانسان
كيقولوا بان هذا المجال فيه لا ضغوط. داكشي علاش تيخافوا الوالدين؟ علاش ما تيخليوش ولادهم يتجهوا لهذا المجال؟ تيخافوا تيقولوا هذا المجال. تلاقيت مع هادشي شي مره؟ لا طريق تلاقيت مع كانوا عندي اصدقاء مساكن اللي كانوا فنانين وعندهم واحد المستوى عالي جدا في الفن، وكان عندهم يعني بحال اللي قلتي يقدروا يوصلوا لشي حاجات كبيره جدا، ولكن دمرهم الشراب، دمرهم شي حاجات خايبين اللي دغوغ، دمرهم اشياء ما خلاهمش يوصلوا، وهادو هما المثل الخايب للاسف الشديد اللي تيخافوا منه. يعني الناس علاش يشوفوا تيقول بان هذه البلاصه خايبه ولا هذه البلاصه زوينه؟ علاش؟ على حسب انت كيفاش داير فيها. راه ما يمكنش تقدر تكون جالس في واحد القهوه وديك القهوه راه الي مال فريكونتي، جالسين الناس خايبين، الناس ما مزيانينش، حداك واحد الناس اللي تيديروا شي حاجات غريبه، وحداك الناس اللي تيفكروا في افكار، ولكن انت راه حشد داك الزاويه تاعتك وعايش في وسط داك القوقعه تاعك المحترمه اللي انت اذا احترمتي نفسك تحترمك الناس. رضا، اشنو ردك على الناس اللي كيقولوا بان الفاتوره هي الاغنيه الوحيده اللي نجحت لمحمد رضا؟ ايوا والله ما حشمناش وعطانا زينة البنات أن باش نقدروا نجاوبوا، وعطانا أجيني أجيني، وعطانا يا خسارة، وعطانا هاد سميتها لبريا للتليفون. يعني الحمد لله أنا في الحقيقة واحد الوقت فاش كانت الفاتورة ولات على كل لسان أنا تخلعت وتخلعت فريمون، جيتي كنت تنقول أشنو هادشي، واش غنبقى أنا مطرب أغنية وحدة؟ عندي أغاني قدم، عندي يعني قبيل الصحراء، عندي مغربنا، عندي علاقه بكم انتم تيحبوه من الناس، ولكن الفاتوره فاش جات غطات على كل شيء، ما بقاش شي واحد يسمع كاع الاغاني القديمه، ولاو فاتوره 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 فاتوره، لدرجه ان كاع الوالده تبدا تقول بارك عليا بهذه الفاتوره هذه، دير لنا شي حاجه واحده اخرى. هي هذيك بقيت نخدم الحمد لله، درت الالبوم تاع 10 على 10 يمشي واحد جوج 10 هي اللي فيه لابريال التليفون. اجيني الحمد لله كانت ناجحه بزاف. اجيني اجيني خدات واحد المجال كبير مع الناس، فهمت بان الناس تيبغيو الاصاله وتيبغيو الحاجه اللي عندها علاقه بالحب ديالهم بالمغرب ديالهم وبالماضي ديالهم وبالزخرفه ديال الفن المغربي اللي عايش في وسطنا. كلشي فاهم هادشي، والفن الراقي تيوصل للناس وتيعلم معاهم وتيبقى ماشي معاهم. بحال الفاتوره كيفاش وصلت حتى الاغاني الاخرى حتى هي درت المجال ديالها وتبتات نفسها الحمد لله. شنو ردك رضا على الناس اللي كيقولوا بان رضا رغم الموهبه الكبيره ديالو حضوره القوي ما قدرتيش رضا تثبت راسك في المجال الفني كما خصك تثبتو؟ شوف كل واحد شنو ردك عليهم؟ وي عندي الرد هو ان كل واحد عنده واحد الراي ديالو في هادشي اللي تتقولي انت بالضبط. كل واحد حيت حنا ما نقدروش نحكموا على المجتمع كيفاش تيشوفك، حيت ما تنوصلوش للمجتمع، ولكن من ناحيه السوشيال ميديا وهادشي اللي تاح تنمو تيفسروا لك الناس بانك راه تيبغيوك وبانك حاضر. انت بغيتي تقول لي اعلاميا علاش ما كاينش داك رضا 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 محمد رضا محمد؟ انت اللي بغيتي؟ لا ماشي انا اللي بغيت، بالعكس انا حتى انا تنقلب على انني نكون ماشي من الاول، نكون انا فنيا نكون ثابت نفسي كبير بزاف. ولكن انا نقول لك واحد المساله، عندي جمهور اللي تيحبني وفاهمني انا بانني وعارف القيمه تاعي. عندك جمهور وعندك بلاصتك، ولكن انت كتستاهل حسن رضا. هذا فخر ليا وفرحه ليا انك تقول لي بحال هكا، حيت بزاف الناس يبغوا يقولوا لي بحال هكا الهضره وانا تنفهمهم. يعني شنو نقدر نقول لك؟ تنبان لك انا بانني ما واصلش فنيا؟ لا انت واصل فنيا. انا ماشي الناس، انا تنجاوبوا الناس رضا. وراه الناس فاهمين وعارفين هذه المساله هذه، عارفين بان محمد رضا الى اكزيست كاين فنيا، اعلاميا يمكن اكثر، هذاك الشيء تيخليني مره نكون اقرب من الصحافه واقرب من يعني وسائل الاعلام باش نكون عاوتاني اكثر واكثر. انا في الاول حيت دابا الترويج هو اللي تيلعب هذا الدور، اما الفن تسويق. كاين تسويق. انا نفسر لك شنو بغيتي، فهمتك شنو بغيت تقولي، وحتى الجمهور راه فاهمنا شنو بغينا نوصلوا له. شنو هي؟ ان ذاك الصوره خاصها تكون ديما حاضره باغتو، اشارات وهذا وهذا، هادشي بغيت هادشي تيثبت بان راه الفنان واصل، ماشي هادشي تيثبت بانك فنان بعد اولا. حيت كاين واحد الماركتور تيكون تيعرف كيفاش يبيع ويشري في الفن ديالو، وكاين واحد الانسان اللي عنده واحد الفن ماده خام، فن جميل تيحبوه الناس، هذاك هو اللي تيستمر. اما انسان اللي تيبقى تيكون ديما عرضه للاضواء الاضواء الاضواء، واحد النهار تيجي تطفى ذاك الضوء وتيشعل عاوتاني ضوء واحد اخر اللي صبر من اجل ذاك الوقت ديالو تيتسناه، فهمتي؟ تيجيو مجالات. انا عندي دي هو دي با، بحال مثلا كي قلتي وقت الفاتوره
من الاوائل. عاوتاني شويه عاود ندير جي اغنيه واحده اخرى تطلعك سطرتك من الاوائل. ايوا هذا الفن اخذوا عطاء بحال ديكور تيطلعوا تينزلوا تيطلعوا تينزلوا تيطلعوا تيهبط. ولكن احسن حاجه انك تكون عندك اساس، هذا هو المهم. كنتي بغيتي ترد على شي انتقاد ولا اتهام ما قلتوش لك في الحلقه؟ شي حاجه كي ينتقدوك بزاف، كيقولوا لك انت مغرور؟ اه وي انت محمد رضا مغرور. جامي عمري في حياتي اللي تيقولوها لك. انا واحد الانسان كثرت التواضع ديالي لدرجه انني تنبان بحالي مثلا يعني لا مبالي مثلا لدرجه ان الناس يبقى يشوفك تقول لك هذا ما عرفتش شنو تيصحاب راسو. بالعكس انا تراب رجلي، انا واحد الانسان بسيط جدا جد بسيط، اللي هضر معايا صافي تيفهمني، واللي ما عرفنكش اللي ما عرفك خسرك. هذا هو المعنى ديالها، انا واحد الانسان بسيط جدا. انت خلوق، انت انا بغيت نقول على الناس انت الحمد لله فنان خلوق، اخلاقك عاليه. هذا الشيء وتنبغي نخليها الناس يفهموها. ومن غير هادشي كله دابا الفنان فاش يكون يعني شويه تيبغي غير جنب الحيط انا لدرجه ان ديما تلقى مشكله مع مديرين الاعمال والناس اللي تنشتغل معاهم، تيقول لك محمد رضا هذا التواضع اللي فيك كثير بحكا غيخرج عليك. لا غيخليك ديما بحكا تتبان عادي بالنسبه للناس، هذا راه حتى هو من الاسباب اللي هضرنا عليها، تيخليك عادي بالنسبه حيت انت ظريف بزاف، كلشي تضحك معاك كلشي، خاصك تبين راسك بانك ستار حيت انت فريمون ستار. تيبغي يوصلوا لي هذه الفكره، تنقول ما تنفهمش هادشي، انا ولد الشعب، انا انسان طبيعي جدا، تنبغي الناس كيف تيبغيوني، اللي عنقني تنعنقو، اللي ضحك معايا تنضحك معاه، اللي سلم عليه تنسلم عليه، كيف ما كانوا كلشي بالنسبه ليا على حسب قيمته تنتعامل معاه. ما عنديش انا ديك القضيه الطفل وداك كلشي صافي، ما عنديش داكشي، انا داكشي ستار ما تنعيشوش. بغيتي ترد على شي حاجه ما قلتهاش لك في الحلقه؟ ما كلشي قلت الحمد لله درتي على كلشي. رجعت معك ساعه قبل البرنامج تقبل تدخل معنا ولا لا؟ الا رجعت معك ساعه قبل البرنامج تقبلتي معنا البرنامج ولا لا؟ طبعا انا قبلت، انا جاي من مراكش باش مرحبا بك. مرحبا بك شهرزاد، ومشحال هادي كنا دايرين باش ان شاء الله نتلاقاو، والحمد لله لقتنا هذه الفرصه، وفرحان اني نكون معك في البرنامج الرائع ديالك. الله يحفظك شهرزاد. ميرسي. والتالق تاعك حتى. شكرا. ميساج منك الناس اللي كيشوفونا رضا، قول لهم اللي بغيتي. نقول لهم اللي بغيتي. هما تيبغيوك حب حقيقي، لان الحب الناس ما تتباع ما تيتشرى. انا تنتبادل مع الناس الحب الحقيقي اللي تيبادلوني، وتنحبهم بزاف، وتنقول لهم بان انا ديما كاين ومعاهم، والفن اللي تيبغوني على قبله انا تنقدم لهم احسن ما كاين، وباقي الجديد جاي، باقي زينه البنات مراه حوايج واحد اخرين زوينه بزاف ان شاء الله. هناك قولة شهيرة كتقول: لا تدع الصدق يموت على لسانك، بل اجعل قلبك زهرة للصدق يفوح ريحها من شفتيك. كنتمنى أن ضيفنا محمد رضا كان واضح وصريح معنا، وعطاكم صورة أوضح على شخصيته. أما أنا ما بقى لي إلا نشكركم. تلقوا الأسبوع المجي مع ضيف جديد. السلام عليكم.